We will talk today about crisis of the profession. شوفوا بقى المحاضرة دي إحنا لما بنيجي نديها على آخر كيس في سنة في الكورس الأساسي من سنة ثالثة بيبقى أغلبها حاجات عن الديلي emotions, الديلي stress و how to deal with وإيه الحاجات اللي أنتوا إحنا مفروض نجهزكم ليها قبل مرحلة الكلينيكال بإذن الله في سنة رابعة اللي هتبدأوها عن قريب. هو الموضوع ما هوش scientific قد ما هو هعرض لكم شوية أرقام شوية حاجات لازم تبقوا vigilant ليها من قبل بإذن واحد أحد ما نبدأ مرحلة deeper، مرحلة فيها شغل أكتر، مرحلة فيها independence أكتر. كل المحاضرة أو الأساس فيها إن you have to learn this. The first wealth is health. You have to deal with yourself. يعني إيه at the beginning. يعني إحنا نبدأ في الأول إن إحنا نراعي نفسنا عشان نقدر ناخد بالنا من المرضى ومن اللي حوالينا ومن العيلة اللي هنبقى مسؤولين عنها ومن. ف you have to take care of yourself at the beginning of everything. محدش يقول ان انا هستحمل ان انا قادر ان انا يعني بعد ما بشوف الحالات دي كلها انا لسه هقعد اشتكي من شوية صداع هشتكي من شوية مش عارف ايه اغير النظارة كل سنتين ثلاثة مرة وتلاقيك تعبان ومصدع ومزغلل لكن ما تنتبهش الحاجة زي كده. طب دي الحاجات الفيزيكال لكن الحاجات الايموشن الحاجات الاسترس الحاجات السايكولوجيكال اللي ممكن احنا نقابلها نتيجة الشغل بتاعنا لا محدش بيبص لها قد كده. ده معناه ان الشغل بتاعنا ممكن يحط بيردن زيادة علينا وعلى صحتنا صحيح وانتوا لازم تبقوا عارفين ده من الاول. يعني احنا كلنا كستاف بنشتغل حواليكوا الا ما الواحد يوم تشوفوه بيضحك ويوم تلاقيه مزمجر شوية ويوم مش قادر يقف على رجليه لكن الدنيا بتمشي. هل هي بتمشي كده صح؟ ولا احنا لازم برضو نحط حدود لحاجات كتير علشان تمشي صح. فاحنا هنعلمكم الحكاية دي ان انتوا بس تبقوا vigilant في الأول. طيب our goal, the purpose of this session is to provide an overview of how your profession affects your professional health and wellness. ازاي البروفيشن اللي هي اسمها مهنة الطب دي هتأثر على صحتك والwell-being بتاعك. هو الصحة عبارة عن psyche وphysics. يعني نفس وروح او نفس وجسد سوري. فنفس وجسد لازم تاخد بالك من الاثنين. مفيش واحد يبقى مثلا زي ما بنقول كده نضارته ومحتاجة يغير المقاس ويقعد بسنتين ثلاثة على المقاس القديم. مفيش واحد يبقى محتاج يعمل ريفرشمنت ويقول ايه يأجله. مفيش واحد يبقى وراه لا قدر الله حد مريض في العيلة وهو بري اوكيبايد بالموضوع وبرضه يروح ويتحامل ويعمل. الا طبعا لو هي حاجة يعني ملهوش بديل او مفيش حاجة تقدر يعني تطلعوا من القصة. لكن احنا عامة كأطباء دايما علينا بردن بحاجات كتيرة جدا. الأهم حاجة بتواجهنا احنا في مهنة الطب وانا بتكلم كده على البروفيشن نفسها على مهنة الطب. لما هتكلم على الدبريشن among medical profession as the general population. لما أقول إن هو في الجنرال بوبيليشن معرض الرجال إنهم يصابوا بدبريشن بنسبة 12% والفيميلز 18%. ده الجنرال خلاص والمصادر عندكم تحت والريفرنسز تحت. لكن في الميديكال ستودنتس والريزيدنتس بتبقى حوالي 15-30%. الميديكال ستودنتس اللي هم إحنا وبإذن الله لما نطلع للريزيدنسي. وطبعا احنا ما حددناش بقى في العينه دي او في اللي اخذ البحث ده ما حددش سنه اولى من خمسه ما حددش طبعا اذا كان في يعني قرب الامتحانات اخذ القياس ده ولا في بدايه السنه واخذ مين. المهم whatever انتوا لو عايزين تقروا البحث كامل هتلاقوا المصدر بتاعه تحت. لكن هي دي القياسات اللي اغلب الناس بتتكلم عليها among medical students and residents. طيب يبقى احنا قلنا في الجنرال بوبيليشن الرجاله 12 والفيميل كام 18. طيب تعالوا نشوف في الفيزيشنز في الدكاترة. في الفيزيشنز هنتكلم في الأول على الفيميلز لأن النسب بتبقى أعلى. في الفيزيشنز بتبقى حوالي 39%. طبعا هي كانت في الجنرال بوبيليشن 18 لكن في الفيميلز الدكاترة 39.
compared ل 30% in the age matched women with PhDs. يعني زمايلنا الدكاتره اللي هم في كليه اداب في كليه تجاره الحاصلين على PhD نسبه الدبريشن فيهم 30%. ده معناه ان احنا اعلى نسبه الطبيبات الحاصلات على دراسات عليا في كليه الطب نسبه حدوث الدبريشن فيهم. الدبريشن از ديزيز نوت از ا تريت، ان احنا كلنا عندنا ديبريسيف مود ديبريسيف تريتس اوكي، لكن از ا ديزيز 39%. طيب الميل لا نسبته فيهم 13%، وده خبر سعيد. ليه خبر سعيد؟ لانهم قادرين على تحمل الستريس بتاع الشغل از ا فيزيشن، وده ما فيهوش اي نوع من انواع السكسيزم. يعني احنا ما بنفضلش شغل الرجاله على الستات، ولا نقول انهم مش قادرين على التحمل، ولا الكلام ده خالص خالص. احنا بنذكر ابحاث اتعملت على البوبوليشن وبتقول ان النسب دي هي اللي موجوده. اوكي طيب ال 13% في الرجاله دول يعني قريب جدا من النسب العاديه جدا بتاع اي راجل بيشتغل بلامر نجار سواق بيشتغل مغني بيشتغل محامي، كله زي بعض، النسب في الرجاله هي هي. تمام تمام طيب هل ده حاجه مهمه ان احنا نعرفها؟ تعالوا نشوف. هو مهم لان الدبريشن في حالات كتير بيوصل لحاجه اسمها سوسايد. طبعا انتوا اخدتوا الموضوع بتاع الدبريشن والسوسايد والكلام ده كله في السايكايتري، بس احنا لما بنتكلم عنه هنا بنحذر من النسب اللي موجوده في الفيزيشنز وفي الفئه اللي احنا بنتعامل معاها، سواء كانوا اساتذتنا الدكاتره الزملاء اللي معانا اهالينا لو هم بيشتغلوا في نفس المهنه، ثم احنا اللي ماشيين على نفس الدرجه. لو هنتكلم عن النسب بتاعت السويسايد، بما ان هو اغلب الناس الديبريسنس ممكن تقمت سويسايد او النسبة فيهم بتبقى اعلى، تعالوا نشوف النسب فيها قد ايه. It's estimated that on average 400 physicians commit suicide a year in the United States. Okay؟ في ابحاث كتير اتعملت طبعا هنا في الميدل ايست وحاجات زي كده، لكن I'm encouraging you ان انتوا تطبقوها اكتر على مستوى مثلا المدينة حد ذاتها أو الطيبة أو 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 أندك ديب علشان توصلوا لنتائج أحسن في المواضيع دي. لكن اللي إحنا عارفينه إن 400 طبيب في أمريكا فقط كوميت سويسايد أي. تمام؟ طيب حوالي بيقول لك كل 13.7 minutes someone in the United States dies by suicide. ده general population. Nearly 1 million people make a suicide attempt every year. I'm sorry. بس انا عندي ال ثواني. هرجع شغال. حوالي 1,000,000 كل سنة they attempt suicide عادي مفيش مشكلة. 90% منهم die by suicide have a diagnosable and treatable psychiatric disorder. ده اللي زعل بقى. احنا كده هنبدأ نتكلم على ان انا بعرض ارقام وعمال اقول ان في crisis والمهنة دي تقيلة على النفس عامة، تقيلة كشغل يعني جسدي، تقيلة كشغل نفسي، تقيلة جدا، وكومبتمنت ومشاعر، وبتتعامل مع أضعف بني أدمين في الدنيا وأضعف حالاتهم وكل الكلام ده. عشان كده ناس كتير جدا بيكومبت سويسايد وبيتأثروا باللي هم بيشوفوه. لكن المشكلة الكبيرة إن 90% منهم كانوا ممكن يبقوا تريتد، 90% كانوا ممكن يبقوا عايشين في وسطينا عادي جدا لو هم بس انتبهوا ان اللي هم بيمروا بيه مش طبيعي ومحتاج تريتمنت، محتاج حد يكتشف المرض، محتاج حد يقول لهم الف سلامه معلش بالراحه خد الحبوب دي وامشي عليها فتره، يراجع معاهم يفضفض معاهم يعمل جلسات معاهم whatever التريتمنت بتاعهم. اوكي لكن الجمله بقى اللي في البار الاورنج اللي تحت، إن لما أقول لك most people with mental illness don't die by suicide، إحنا دايماً معترفين أو يعني أغلب المس اللي حوالين السويسايد إن أول ما حد committed يقول لك إيه ده عنده مرض نفسي.
لا على فكرة ما كانش عنده مرض نفسي، عنده ديبريشن من الضغط بتاع الحياة عليه فقط، لكن ما هوش مرض نفسي زي مثلا البايبولر، زي السكيزوفرينيا، زي الحاجات اللي صعب في علاجها، although it is يعني بتتعالج، لكن ما هوش بيبقى هو ده سبب السويسايد، بالعكس ده هو بيبقى نتيجة treated symptoms of depression. طيب suicide in general, men are nearly four times more likely to die by suicide than women. Women attempt suicide three times as often as men. دي المفارقة بقى. يعني احنا نسب الدبريشن فينا عالية جدا، حوالي 39%. يعني انت لو حصرتي ان عندك 100 ستاف بيشتغل معاكي في الكلية، 39% منهم عندهم depression as a disease. اوكي؟ لو قلت ان طبيبات المدينة كلها حوالي 1000 طبيبة، فانت عندك 390% منهم عندهم depression. طبعا الا من رحم ربي، احنا ممكن نقول ان الحكايه بتبقى دايلوتد في اماكن واماكن، عندنا وازع ديني بيبقى بيشتغل اكتر، عندنا الحمد لله النظام الصحي احسن بيشتغل بطريقه افضل، حاجات كتير، لكن ممكن نلاقي النسب دي. المشكله كلها ان احنا السيدات لما بنيجي نقدم على موضوع السويسايد بتلاقينا بنخاف على نفسنا شويه، يعني مهما كان ببقى عايزه اموت لكن يفضل شعري متسرح ووشي جميل وما يبانش عليا البهدله، فتلاقيها تقطع شرايين ايديها او بس حته صغننه كده علشان ما تتوجعش جامد، تلاقيها مثلا تشرب جرعه سم بس تقول لك اخد برضو ادوق الاول واشوف يمكن الموضوع ما يطلعش حلو ومر ولا كده. انما الرجاله لما بياخدوا القرار لا، هتلاقيه تو جامب يعني من ناطحه سحاب، يقف قدام قطر، هيموت هيموت، يعني عنده اصرار رهيب انه يموت يعني. فعلشان كده النسب يعني هو committed suicide، لكن علشان يموت فعلا لا، نسبة الرجالة أعلى لأنهم بيبقى عندهم إصرار وخط لا رجع، يعني يتبهدل يتقطع يتعمل في، المهم أنا هموت يعني هموت، ودايما بياخد الطريق اللي يكون متأكد 1000000% إنه مش هينجو منه غير السيدات شوية. Suicide rates are highest for people between the age of 40 and 59. ده الايج جروب اللي معرض اكتر لحالات السويسات من 40 ل 59. انتوا الحمد لله لسه صغننين، بس يعني احنا الخوف علينا كتير. ليه؟ لان ده الايج بتاع البرودكشن العلمي القوي، ده الايج بتاع الترقيات، ده الايج بتاع الريسبونسبيلتيز اللي هي الون الاندبندنس، خلاص ده الايج بتاع حاجات كتير خالص بتحصل في العيله، انه يجي له اطفال، انهم يبقوا سن مدارس وجامعات، يبقى عايز فلوس كتير، يبقى عايز ريكوجنيشن، يبقى يبقى يبقى، فالوقت ده بيبقى فيه ستريسز كتير. طبعا انا بتكلم بس على الجانب الاجتماعي، لكن بيبقى حتى في الشغل عليه حاجات كتير. Physicians worldwide have a lower mortality risk from cancer and heart disease related to the general population. دي الحاجات البوزيتيف اللي بعيد عن السويسايد شويه، ان احنا كفيزيشنز تلاقينا اول ما واحد صباعه بيوجعه، عنده ضربات قلب عاليه، هتلاقيه يحس بالموضوع ويبدا يدور ويتعالج بدري بدري. Have decreased smoking and other common risks for early mortality. يعني اغلب الاطباء مع اكتشاف علمي مع حاجه تلاقيه عنده اصرار كده ان هو يحافظ على صحته، يلتزم ببرامج الرياضيه شويه، السمنة بتقل فيهم مع الشغل الكتير، فيعني بيحاول ان هو يتجنب الحاجات دي، لكن بيجي بقى معدلات السويسايد تعلي المورتاليتي ريت عندنا. النيجاتيف significantly higher risk of dying from suicide than the general population، زي ما احنا قلنا من شوية، لان احنا عندنا اصلا higher percentage of depression و higher percentage of suicide، وعندنا الرجالة بيكوميت سويسايد 4 مرات أكتر من الستات، أظن إن نسبتهم قليلة، لكن هم 13% اللي عندهم دول يعني بيموتوا بيموتوا. أوكي؟ Among medical students after accident suicide is the most common cause of death. يعني لا قدر الله لا قدر الله، طبعا احنا كميديكال ستودنتس الاعراض اللي هي بتاعت الامراض المزمنه والكلام ده ما بتبقاش موجوده عندنا، الامراض بصوره عامه ما بتبقاش موجوده، فما فيش يعني direct cause of death
الا لا قدر الله الاكسيدنت، بعدها سوسايد. To note, suicide is usually a result of untreated, inadequately treated depression. تمام؟ connected لإيه بقى؟ ودي برضو مهمة جدا عندنا في الأطباء. To knowledge of an access to lethal means. يعني احنا اللي بيعضد قوي حكاية ان احنا when we are trying to commit suicide ان احنا عارفين ايه اللي بيموت، ممكن بحقنة كذا، ممكن بجرعة كذا، ممكن بمش عارف ايه، فعارفين الحاجات اللي ممكن تؤدي لوفاة سريعة بدون أعراض بنستخدم وبنقدر نفصل عليه. اوكي، ونرجع ونقول تاني وتالت وعاشر وخمسمية untreated او inadequately treated، لكن هو treatable وسهل جدا الناس بتتعامل معاه في العالم كله. ايه البروفايل بتاع الدكتور اللي at high risk of suicide؟ هو البروفايل اللي قدامنا ده، ونحفظه كويس جدا، ميل او فيميل طبعا مفيش اي مشكلة. الايج في الومن بيبقى من 45 وانت طالع، في الرجاله بيبقى من 50 وانت طالع. الكوكيجينز اللي هم الريس بتاعنا، ماريتال ستيتس طبعا لو في مشاكل بيبقى الموضوع زياده. ريسك فاكتورز الدبريشن، الكحول او اذر دراج ابيوز، واوعى حد يقول ان احنا ما عندناش دراج ابيوزرز هنا في المجتمعات بتاعتنا، احنا سهل جدا كاطباء نوصل للحاجات دي وبناخدها، وفي نسب كتير عالية عندنا من الدروب أبيوز. الوركهوليزم، الإكسسيف ريسك تيكينج، طبعا الوركهوليزم ده موجود في الأطباء بالذات، هتلاقي دكتور قاعد ليل مع نهار ياخد نبطشيات من زمايله، عايز يتعلم، عايز يترقى، بيرفكشنست، الراجل اللي لا يقهر، الراجل اللي بيشخص أي حاجة، اللي بيجيبوه في أي حتة، اللي من المؤتمر ده للمؤتمر ده، هو بيحب كده، بيحب شغله. الميديكال ستيتس بتاعته هتلاقيه سايكاتريك سيمتومز زي الدبريشن او الانكزايتي، وعنده فيزيكال سيمتومز زي كرونيك بين، على طول الواحد ما بيبطلش صداع، انا على طول عندي الام في ظهري، عندي مش عارف، عنده كرونيك بين وكرونيك ديبليتينج النس، اي حاجه بقى هتلاقي كل ما تبص في وشه تحس ان هو داون كده، عينيه حواليها هالات سودا، بيفتح بالعافيه، بيضحك بالعافيه، جد جدا، احنا عندنا حتى نقول ماسك فيس، اللي هو الدكتور بقى اللي حتى لما يمتحن الطلبه ولا حاجه تلاقي ما فيش اي تعبيرات على وشه، يرزع الصفر وهو ما عندوش اي مشاكل، ما فيش ايموشنز كده. بروفيشنالي تشينج ان ستاتس او ثريتس تو ستاتس، هتلاقي شويه كده ايه، خايف من الترقيه اللي جايه، خايف من المؤتمر، هو رايح كل شوية على مؤتمر، فهو المين سبيكر، فبيبقى دايما خايف ان هو حد يهزه، حد يقول له سؤال كده، حد مش عارف ايه، جاي له مثلا قضية وبيتحقق معاه فيها، حصل ميديكال ايرور، هو برضو في مشكلة فاينانشال استابيليتي، عنده ابنه عايز يبعته على جامعة مش عارف فين، فمش قادر يوفر الفلوس، بيشتري بيت واتزنق، حاجات بقى كتير بتعدي علينا يعني. ريسنت لوسز، لا قدر الله وفاة حد من الأهالي، وفاة زوج أو زوجة، وفاة ابن، increased work demands، يعني كل شوية تلاقي مثلا كل ما بتطلع من درجة لدرجة، من ريجسترار لمثلا لاستشاري مش عارف ايه، فبيقل العدد بتاع الناس، فانت بتشيل مسؤوليه اكبر، فده طبعا ايه بيزود الديمانس اللي عليك. اكسس تو مينز اللي هي ليثل ميديكيشنز والفاير ارمز، دايما احنا لينا اكسس ليهم بسهوله جدا، اقدر اكتبهم على اي روشتة عيان واصرفها انا واخد اللي انا عايزه، طبعا بدون علم اي حد، والناس ايه بتشتغل في الحاجات دي كتير. ده البروفايل بتاع اي دكتور انت تقدر تقول ان هو ات هاي ريسك اوف سوسايد. طب دول موجودين يعني قليلين حوالينا؟ ما هم دول اللي اصلا موجودين حوالينا. Why us؟ ليه سبحان الله المهنه دي الناس فيها بتعاني بهذا القدر، مع ان الناس انت لما تبص لها من بعيد يقول لك اه دكتور برستيجيوس، بياخد مرتب كويس، عايش في مكان كويس، بيشتغل في اماكن كلها تكييفات، مش كونستراكشن اريا، ما بيسافرش كل شويه ويرجع مش عارف ايه، الناس بتدلله منين ما يروح، لكن لا بالعكس، احنا دايما عندنا reluctance to recognize depression in our colleague. اي واحد هتلاقيه زميله مثلا على طول depressive كده، depressive يعني ايه down كده، وتلاقيه negative، وقال له ايه الله ريحة القهوة النهاردة جميل، ما هي جميلة كل يوم، الله الورد بدأ يفتح، ده احنا دخلنا في الربيع،
ربيع خريف صيف كله زي بعضه. فاحنا ساعات نقول اه الراجل ده كئيب، لكن محدش يقول ان هو عنده مرض الكآبة. لا هتقول اه ده هو شخصيته كده، هو ما بيفرحش ابدا، هو عدو الفرح. Many stating I never had any idea that he or she was suffering. مش كده هنقول اه هو كده عدو الفرح مش عارف ايه، لكن عمر ما حد مننا هيقول ما يمكن هو محتاج مساعدة، يمكن عنده مشكلة، يمكن لو سألناه شوية ديب كده يعني يطلع الراجل ده بيعاني من حاجة واحنا ممكن نحلها معاه. وناس تانية يقول لك احنا مالنا كل واحد في حاله. فايه كلمة بقى احنا مالنا وكل واحد في حاله، وان مفيش السوشيال سبورت بتاع العيلة اللي هو الحمد لله الحمد لله احنا بنتمتع بيه في الدول العربية، والسوشيال نتورك بتاعتنا خلت ناس تدخل في الحاجات دي كتير، بالذات لما بقت كل حاجة ديجيتال. يعني انت عايز تطمن على بابا وماما وهم موجودين اهم، ممكن في اخر الشارع هتصل بيهم واتس وخلاص، هسأل عليهم برسالة مش بس، انما اتمتع بوجودهم، اقعد اشوفهم، دعوة حلوة منهم، اهو انا فاضي، انا ورايا، انا قدامي. فمحدش بقى عنده السوشيال نتورك اللي تقدر تخلي الناس دي تلقطه من بدري. Our own reluctance to seek help. يعني اغلبنا حتى وهو حاسس انه تعبان وفي امراض واوجاع ومش عارف ايه يقول لك ايه، ما ده الريجولر بتاعي، انا من يوم ما اتخرجت من الكليه دي وانا كده، يعني ايه اللي هيزيد عليا؟ هو مش حاسس ان هو بروجريسنج حاجه معينه، ومش حاسس اصلا ان هو في حاجه. When the breast physicians do reach out, they may find only limited sympathy from their own colleagues. دي بقى قاتلة شويتين. ليه؟ أول ما يتشخص واحد مننا إن هو عنده ديبريشن وتلاقيه بياخد أدوية تلاقيها استجماتايزد كده. آه أنت عندك ديبريشن، خلاص أنا مش هقدر أجيب له والدتي يعالجها، الراجل بياخد أدوية أصلاً، هو في دماغه، هو في صاحي، أما يبقى يصحى يبقى مش عارف إيه، وتلاقي الناس كل، وإحنا زملاء ومهنة واحدة، وأنا ممكن أبقى أكتر منه لكن هو اتشخص وأنا لأ. لكن هتلاقينا دايماً الموضوع عندنا استجما. مفيش سيمباثي كده بيننا وبين بعض ان احنا نعذر بعض، ان ماشي اه هو جاله المرض ده از ديزيز، هل ده نتيجه ضعف شخصيه، ضعف ايمان، اي حاجه من الحاجات الكريهه اللي احنا بنقولها على المرض ده؟ ابدا. مرض زي اي مرض، زي الانفلونزا، زي ما بيجي واحد قرحه معده، زي اي مرض سبحان الله. وانتوا اخذتوا الدبريشن وعرفتوا ان في حاجات كيميكال بتتغير في الجسم، وفي حاجات عند البني ادمين، وفي حاجات جينيتيك بريديسبوزيشن، حاجات كتير جدا بتحدد الموضوع، مش محتاج ان احنا نلوم بعض على ان واحد جاله سايكولوجيكال النس او شويه اعراض ممكن يطلع منه. لا بتلاقينا جلادين على بعض جامد جدا. الاكاديميك فاكولتي احنا اللي هو ستاف الجامعه ورك، مش راضي يتكلم الراجل على الحته دي، استنى بس. الأكاديميك فاكولتي ورك لونجر اورز. ليه؟ لأن احنا بنجهز حاجات في البيت، بيبقى علينا يعني اه الحمد لله الواحد مثلا بيبقى مطلوب منه محاضرات ممكن متأخرة وبقية النهار فاضي، لكن هتلاقينا بنشتغل شغل تاني، حاجات في الكواليتي، حاجات في الأكريديتيشن بتاع البرنامج، حاجات في الترقيات بتاعتنا والأبحاث بتاعتنا، حاجات تانية كتير، فعليه يعني لونجر اورز يشتغلها. تو ليس فاكيشن، ما عندناش الا الشهرين بتوع الصيف، والحمد لله طبعا بعد حكايه الثلاث ترمات الواحد بدا ياخد يعني فترات اطول، لكن مع الكومباكتد بروجرام قبل كده لا. 10% with mild depression دول معروفين، و27% with elevated anxiety. دي النسب اللي موجوده في الاكاديميك فاكولتي. 10% من حبايبنا اللي حوالينا عندنا mild depression، و27% عندنا elevated anxiety. عشان كده هتلاقي ممكن دكتورة او دكتور يبعت لنا المحاضره وبعد شويه يقول ها وصلت، طيب عملتوا داونلود، السلايدز كلها فتحت، جهزت نفسكم للامتحان، عملتوا ايه في الامتحان، السؤال كذا، عملتوا ايه، وتلاقيه هو نفسه حاسس بانكزايتي. دي نسبتها فينا كتيره جدا 27%، لان جايه شويه من نوع من الريسبونسبيلتي على الطلبة، عايزهم أحسن حاجة، عايزهم يوصلوا للفول والماكسيموم كتير، فشوية بندخل في أعراض anxiety. طيب professional health and
ويلنس. ما ينفعش اقول لكم كل الكلام ده وما يبقاش فيه ايه ايه الاسباب والعلاج. طيب do you feel empowered to demand your own self care؟ دي الاسئله اللي انتوا لازم تسالوها. السؤال الاولاني is it ethically، هل احنا ethically obliged to take care of ourselves؟ اه طبيعي، ما هو انا اذا ما قدرتش اخد بالي من نفسي مش هقدر اخد بالي من اللي حواليا، واللي حواليا دول اسرتي والمرضى بتوعي. تاني حاجه لازم ابقى empowered المكان اللي انا حوالي فيه، الناس اللي حواليا يبقوا supportive. والمكان مثلا احنا لو في الهيلث سيستم بتاعنا لو ما فيش علاج للاطباء من الدبريشن فري، وان هو ما انقطعش عن العمل بتاعه وما ياخدش هيلث انشورنس والكلام ده، مش هيفصح عن اللي عنده ولا هيتعالج ولا هيحصل اي حاجه. فعشان كده الدولة والنظام الصحي في أي مكان في العالم بيضمن العلاج في الحالات دي بسرية وبمحافظة على العمل، وكل حاجة مضمونة للناس. أسباب المواضيع دي بتتلخص في الكلمتين دول، الستريس والبرن أوت. لو تكلمنا على الستريس والبرن أوت، هل هم كلمتين منفصلين؟ لا، هم متتابعين، يعني واحد منهم نتيجة للتاني. اللي هو البرن اوت نتيجه لبرولونجد ستريس. الستريس والبرن اوت اوكير فور ديفرنت ريزنز ان ديفرنت انديفيدوز. يعني لو الحاجه ممكن تعمل لي انا ستريس، ممكن اختي ما تعملهاش، زميلتي اللي قاعده جنبي ما تعملهاش. يعني في ناس تقول ان مثلا الامتحانات الكتير ستريسفول، وفي ناس تقول لا انا يعني لو مع سمول شانكس اوف انفورميشن اقدر احصل احسن من لو اتجمع المنهج كله في اخر السنه، ده هيبقى ستريسفول في ليا اكتر. بالاختلافات بالكلام ده كله، دي اختلافات انديفيدوال ما نقدرش نبني عليها ولا نحكم عليها. لكن اللي معروف ان الورك لود لا يتساوى ابدا مع ليفل اوف ستريس او البيرن اوت ان اول سيتويشنز، لان الموضوع مالتي فاكتوري. الشورت دي ظريفه جدا لانها بتقول ان مفيش prolonged stress في الحاجه الاولانيه خالص، ما عنديش prolonged stress. يعني مثلا عندي امتحان في اخر السنه final وخلاص، انا طول السنه ريلاكس وبذاكر وقت ما احب وارتاح وقت ما احب. دي بيجي حاجه اسمها situational stress قبل اخر السنه او قبل الامتحان باسبوعين ثلاثه، ايه مضروب بالجزمه لحد ما الايه الستريس. يعني امتى الستريس ده يتحول لبرودكتيف ستريس؟ اما يزيد شويتين. لكن افضل ايه؟ يعني مثلا هو الاسبوعين ثلاثه بدا ده بستريس، لكن الحمد لله على نهايه الامتحانات انا فضلت في المنطقه دي اللي هي البرودكتيف ستريس وخلصت الامتحان على خير. لو الموضوع بقى برولونجد ان الامتحانات دي مدتها 3 4 شهور، ها ده كده برولونجد ستريس، وهبدا انا ايه ما احسش بنفسي. يعني انا بدخل في دايره مفرغه مدة طويلة بتعود على ان انا ستريسد ومش محصل ومش ملاحق و و و و، فبيحصل لي حاجة declining function، الفانكشنز بتاعي كبني ادم بتقل. اقوم ادخل في البرن اوت بقى اللي هو الاحتراق، انا مش ما بعملش حاجة، ومعاها reduced cognition. يعني ايه reduced cognition؟ ان انا مش حاسس ان انا بديكلاين، مش حاسس ان انا بنزل، مش حاسس ان انا ما بحصلش، لا خلاص كله زي بعض، فيحصل لي حاجه اسمها impairment وادخل في non functioning. ده الافكت بتاع الستريس وازاي يوصل من ستريس لبرن اوت. طيب treating the employee اللي هو second victim، دي قصه صغنططه خالص عن دكتوره اسمها كيمبرلي aged 50، she's a resident with 27 years of pediatric experience. القصه دي حصلت فعلا. She made a mathematical error that led to an overdose of calcium chloride and subsequent death of a critically ill infant. كان محجوز عندها. She was fired. طبيعي لأنها هي السبب المباشر في إن هي اللي حسبت الجرعة اللي الولد ياخدها. Her licensing board made her pay a fine and placed her on 4 years probation. Okay. الست شحورت. يعني الحاجات دي بتحصل عندنا؟ اه بتحصل. اوكي، والقانون بتاعنا واحد، وهنشوف القوانين بتاعنا بتتعمل ازاي وبتتنفذ ازاي في الكورس بتاع هيلث كير اثكس اند لو ان شاء الله.
Despite receiving a perfect score in an advanced cardiac life support certification exam, she was refused work and couldn't find a job. يعني هي حاولت تشتغل trainer في advanced cardiac life support certification. هي اللي تعمل training للناس علشان تعلمهم، يعني ملهاش دعوة بعينين خالص ولا أي حاجة. مفيش أي مكان رضي يشغل، طبعا بناء على القضية اللي كانت معمولة. With no job offers, she experienced increasing isolation, despair, regret, hopelessness, low self-esteem, and shame and guilt regarding her role in the fatal error. طبيعي، ودي برضو بتحصل كتير جدا. مفيش حد مننا كأطباء إلا واتعرض لحالات زي كده. مش قصدي medical error، بس قصدي إن عيان يفقد من بين إيديه، سواء كان بقى أخطاء طبية، سواء كان هو يعني الانيفيتابل ايفنت يعني اوف ديث، لكن حصلت كتير. لكن طبعا مع حالة زي كده وهي السبب الرئيسي في الوفاة حصل لها كده. طبعا isolation رهيب، مفيش شغل، مفيش ناس بيقعدوا معاها. واحدة بتشتغل 18 ساعة في اليوم، فجأة مفيش حاجة خالص، مفيش دخل، مفيش. Kimberly took her own life 7 months after the death of her patient. طبعا نتيجة انها دخلت في depression. Depression ده قعد اكتر من 6 شهور. بعد كده she committed suicide. كان الكاتيجوري بتاعها ماشي تماما مع الايه البروفايل بتاع الدكتور اللي احنا قلنا عنه، ومن ضمنه طبعا اللص اللي حصل في حياتها والكرايسس اللي حصلت في حياتها. Managing failures and success. طبعا طبيعي ان السكسس ليه طريق والفيلير ليه طريق. في مهنتنا بيختلف علينا الامور كتير، او ما بنبقاش صاحيين قوي لانه اتجاه قد كده. الستريس لازم نتعامل معاه. Into each own's life some stress must come. طبيعي، حتى لو انت stay at home mother، لو انت ارتست وبترسم كده لوحاتك جوه المعمل بتاعك وحاجه كده ظريفه وتشغل موسيقى هاديه وتقعد، في ستريس طبيعي. في ستريس، هيجيلك فاتوره، هتعمل ستريس، هتحتاج ان انت تعرض الحاجات بتاعتك وتاجر معرض وتجيب، هيجي ستريس. اوكي، لكن كل واحد لازم يتعلم يتعامل مع الستريس بطريقته وبشخصيته. في ناس بتحب تتعامل مع الستريس بصخب، وفي ناس بتتعامل مع الستريس في هدوء، في ايزوليشن لوحدها. فعلى حسب البروتكتيف فاكتورز اللي انت تاخدها في الشغل بتاعك، ودي اللي لازم نتعلمها كويس جدا. gain control over environment workload. ما ينفعش ان احنا نبقى مساقين كده، يعني خدنا بطشيات 4 مرات في الاسبوع ورا بعض، حضري فات، شيل يومين عناية في ورا بقى، حاضري فهم، ما تنامش وقعد على الكرسي ده كده زنهار، حاضري فهم، مش عارف. لا لا، you have to gain control over environment. find meaning in work, value. أنا بشتغل مش عشان المرتب بس، بشتغل عشان أنا دكتور كويس، عشان أساعد الناس، عشان أشوف فرحتهم، علشان أكسب ثواب، علشان علشان علشان. find your value. في ناس باختلاف بقى الفاليوز بتاعتهم، في ناس الفاليو عندها فعلا ماني وايز، واي نوت، اتس جود، اتس نوت باد. ايوه، عايزه اترقى عشان اخد فلوس اكتر، عشان اتفسح اكتر، عشان اعمل شوبينج اكتر، عشان اروح احضر ماتش مانشستر يونايتد هناك في انجلترا، مش عارف ايه. فايند يور جوي. تمام، سيت ليميتس اند مينتين بالانس. ليميتس، والله انا مش هطل من كل حاجه، حاضر حاضر، اهلي عمالين يقولوا لي هنبعت لك العيان ده الصبح، لا المغرب، هيجي لك على البيت واكشف عليه، هيقابلك في العربيه واكشف عليه، مش عارف ايه. لا 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 لا، set limits. وكل حاجه وليها مكانها وليها وقتها. طلعت مع اصحابك، مش كل واحد هيشوفك ويعرف انك انت دكتور، والله ودني بتوجع، والله صباعي مش عارف اتخبط، سنتي مش عارف ايه، صداع ما ادري ايه. لا، هذا منتور. استفيدوا من الاساتذه اللي حواليك، استفيدوا من الناس الاكبر منك. Obtain adequate administrative support. دايما امشي في السيستم صح، ما تعملش خروقات وتستفيد من الخروقات، ولما يجي الناس بقى تستفيد منك تقوم تقول لا السيستم كده. Learn about burnout and stress management. اوكي، ما تسيبش البيرن اوت والستريس
انت مش عارف ان انت بيرند اوت، مش عارف ان انت ديكلايننج. وظن ان احنا مع البي بي دي تيوترز، مع البي بي ال تيوترز، بنحاول تو بيك اب الكيسز بدري، لكن مش شرط انها تبان. فانت طبيب نفسك، انت اللي تكتشف الموضوع بدري. مانجينج انرجي ات ورك، ليسن تو يور بودي، ده 1 و2 و10 و20. ان لجسدك عليك حق، يعني لما تبقى تعبان ومرهق تيك ا بريك. اوكي، ايدنتيفاي يور اون نيدز، ديفاين ليميتس، زي ما قلنا جاست سي نو، مش قادر، مش هقدر اخرج النهارده، مش هقدر اشيل البطشيه دي مكان حضرتك النهارده، معلش ممكن حد تاني اللي يشيل، وات ايفر الجدول. لا، وزعه شويه، صباح مساء بالليل، بحيث ان انت توزع طاقتك، ما تشيلش انت دايما وقت الضغط. كرييت يور ورك انفايرمنت، والله حابب ان انت تحط ورد وزينه وديكورات على المكتب بتاعك وانت قاعد، واي نوت. حابب تلبس السكراب بتاعك ملون، واي نوت. حابه تحط سكارف كده ظريف لطيف ملون، اوكي، طالما ده بيشبع رغبه جواكي وبيديكي طاقه، اتس اوكي. ما بيتعارضش مع المكان اللي احنا بنشتغل فيه. ويل اند جود. Eliminate distraction. موبايل، وما أدراك ما الموبايل، كل شوية رسالة، كل شوية مش عارف إيه، كل شوية social networking، كل شوية. طيب ما أنا ماليش عقلين وماليش إيدين وماليش أي حاجة منها اتنين، فوانا في الشغل خلاص في الشغل بس، وأسيب الحياة الاجتماعية والحاجات دي بره. Take breaks كتير، وإحنا طلبة كتير كتير كتير، لأن هو ده الوقت اللي ما بيرجعش تاني. plan ahead، أنا من دلوقتي من قبل ما يبدأ الكلينيكال لازم أعمل planning كويس جدا، أنظم نومي، أنظم أوقات مذاكرتي، أعمل to do list، أضبط نفسي بحيث أن أنا إيه ما بهدلش نفسي ولا أدخل في stress من بعد. our take home points، you are valuable very very much to us and to yourself. self-care is the foundation to faculty vitality، علشان تعيش ايام الكليه كده وتسرفايف لحد اخر الخمس سنين معانا. لو عرفت تعدي المرحله دي بخير وبسلام، you will be a successful doctor. لو تعثرت من بدري، نتعالج مع بعض من بدري ونصحح مسارنا من بدري، عشان لا قدر الله المواضيع ما تزيدش. stress happens to everyone. I'm in stress always. I'm in stress and everyone of you. look for and anticipate stress. لو انا عارف ان انا داخل على مرحله مثلا، انا بالنسبه لي كاستوف، انا داخل على كورس اهو معاكم، انا اللي هجهزه، انا اللي هعمل امتحانات، انا اللي هظبط المواعيد، انا فطبيعي ان انا ستريسد. طيب علشان ابقى ستريسد، انتسيبيت، استفيد من الحاجات اللي قبل كده، اشتغل مع الزملاء اللي هيشتغلوا معايا من بدري، اعمل بلاننج من بدري، اما يبدا الكورس ما يبقاش فيه مشاكل. مثلا انا بدي مثال، take action immediately to manage energy reduce stress avoid burnout. يعني داخل علينا رمضان مثلا بالسلامة يا رب وكلكم بخير، الأوقات المذاكرة بتاعتي هتبقى shifted، هحتاج ان انا اصلي مثلا في المسجد، اعمل مثلا يومين ثلاثة للصلاة في الاسبوع، ممكن اخليهم في الـ في الـ في الويك اند اوكي، ويوم في وسط الاسبوع حاجات ممكن ابقى متفق مع زمايلي نطلعها سوا، نفطر سوا، نعمل افطار جماعي، نعمل ريفرشمنت في النص، ما ننساش نفسي يعني. وفي نفس الوقت ابقى رتبت مواعيدي من بدري جدا، ما يبقاش الواحد مواصل ليل مع نهار علشان هو رمضان مثلا. طيب take advantage of the valuable resources available inside or outside، كل مكان حوالين. يعني ايه valuable resources؟ يعني الدكاتره اللي معاك ريسورس، لو انا سالت سؤال وانا مش عارفه سهل جدا يردوا عليا. الكتب والمصادر ريسورس، مكتبة الكلية ريسورس، المسجد اللي في أو المصلى الصغير اللي في الكلية ريسورس. لو أنا مثلا في رمضان ودخل علينا صلاة العصر وصليناها جماعة هحس بريليف، أخدت بريك نص ساعة قريت 3-4 آيات حسيت بريليف، صليت المغرب وقعدت مع عائلتي وأكلنا ضحكنا ضحكة عملنا مش عارف إيه، أخدت بريك وقت لطيف. حاجات سيمبل وصغيرة لكن فيري يعني ريليفنج، وكل واحد على حسب شخصيته. يعني في واحد لو شرب بس فنجان قهوة الصبح هتلاقيه قفل مزاج والحمد لله راضي ومبسوط، وفي واحد لا لازم يعمل دربكة ويسافر بره ويصرف ويعمل علشان يعني يحس انه هو بني آدم. اوكي، اتس هيز ستايل. فكل واحد لازم ياخد البريك اللي هو بيحبه.
واللي هو يستحقه، لأنه he is valuable for himself and for us. Thank you very much for this depressing lecture. وأي أسئلة تفضل. نمتوا؟ طب get depressed. يعني لا نمتوا ولا get depressed. يا الله يا حبايبي، صباحكم فل ان شاء الله، دايما الصحه قدامكم وراكم، ودايما تبقوا احسن ناس، ونتباهى بيكم في كل مكان، ونشوف اي حد منكم في اي مكان صح، وزي ما بنتمنى لكم وبنحلم بيكم باذن الله نتشرف بيكم دايما، وانتم تتشرفوا بنفسكم. يلا ربنا معاكم. امين يا رب. الله يسعدك دكتوره. مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه.